للآيات والأحاديث. يعني بدأت بسم الله دوك تمشي شوية شوية تولي الأحاديث، ومن بين الآيات المدرجة في هندسة هذه العقول العربية حتى لا تنتج التطرف، مثلا آيات أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل حتى تكتمل الآية واقتلوهم حيث تقفتموهم وغيرها. يعني غدا سنستيقظ نفرطوا في بسم الله ونقولوا معليش نساوها وكتبوها بستيلو، وغدوا ينحوا لك زوج آيات ثلاثة لأنها تدعو إلى الإرهاب ونفرطوا في الدين. هذا هو المشكل، وهذه توصيات عالمية والوزيرة تحترم اليونسكو، تحب اليونسكو بزاف. لا لا لا، الوزيرة بكل موضوع ينقلها، وما أنا لا أتكلم عن الوزيرة من زاوية الدفاع عنها، أنا أتكلم عن الوزيرة إنها سيدة تقود الحكومة الجزائرية وتمثل الحكومة الجزائرية. هاد الناس اللي راهم يشوفوا يزرعوا البلبلة على البسملة، والناس اللي كانوا يشوفوا في هذيك الكركرية تمشي وسكتوا عليها، هاد الناس لو حذفت، شوف هاد الناس أعداء البلاد، لو حذفت الجزائر بكاملها من خريطة الجغرافية يفرحوا. هاد الناس لازم نبدو منهم. الناس سيدة أعداء الجزائر هم موجودين. شكون أعداء الجزائر؟ شكون يصنفهم؟ لا أنا مثلا هو يقول لك أنا أعارض بن غبريط، فهل يعتبر عدو للجزائر؟ نعطيك بالأسماء شكون هم أعداء الجزائر؟ ماشي بالأسماء، ولكن التيار. نعطيك بالأسماء التيار. التيار الذي ينتمي إليه هؤلاء. التيار ينتمي إليه. نعطيك التيار ولا الأسماء؟ أعطيني أنت أسماء ناس يحموني أنا، يحمولي أولادي كي نموت نعطيك الأسماء، ما كاش مشكل، نعطيك التيارات. ولكن نحن اليوم لابد أن ندافع الجزائر كل واحد من الزاوية تاعه. كل واحد راهي ناضل في خفية لكي يقهر هؤلاء. الوزيرة كان عليها أن تلتفت إلى الاكتظاظ، 3-4 تلاميذ في طاولة وتعترف، تقول في وهران ومرداس البليدة سطيف الجزائر شرق، تعترف بالآخر وما تقدرش تحلها. الإطعام تم ترحيل المشكلة والنقل إلى رؤساء البلديات، وتقول لهم الوزيرة راهي جاية المحليات خيروا رؤساء بلدية ملاح باش يسيروا المدارس بشكل جيد. عندها الحق. احنا تاني الشعب الجزائري كيخير حكومة جيدة اللي تعين وزير التربية جيدة تفهم ثوابت الأمة وتعرف باللي بسم الله ليست هي مشكلة حتى تقوم بحلها عن طريق حذفها من الكتب المدرسية. هذا هو المشكل. تعطيهم الإطعام انتهي البلديات. البلديات رؤساء البلديات غرقوا في قفة رمضان، تعطيهم انتهي مطعم مدرسي وتتطفر في الزوالية وفي التلاميذ المساكين. تسيير المطاعم المدرسية لن يكون هذه السنة من طرف البلدية، راح تسير الوزارة فقط. لماذا؟ لأن شوف وقع اكتظاظ ومشاكل الإطعام ومشاكل المنشآت القائدية. يبقى هذا الوقت والجهد والمال كنت درناهم بدلا من البسملة وحدها، هذه مشاكل شوف في حل هذه المشاكل. هذه النقائص الموجودة الآن جاءت من اختلالات خطيرة، لأن بناء المدارس الابتدائية وبناء الإكماليات وبناء الثانويات كانت هناك ميزانية ضخمة يعني أعطاها السيد رئيس الجمهورية قطاع التربية، ولكنها تم العبث بها حتى استيقظنا على مدارس مكتظة بسبب عدم بناء المدارس. والله عندكم أسماء وعندكم حولهم للعدالة ودخلهم الحباس بلا ما نضلوا نحصلوا كل حاجة في منسارة. عندنا شجاع نروحوا للرجال المال والأعمال ونقول لهم الوزيرة يتبين مدعومة وعندها نفوذ تديهم للحبس. طيب حملاوي عكوشي حتى أختم، الوزيرة قالت كلمة مهمة وذكرتها السيدة زهرة فاسية، راهي جاية انتخابات محلية والانتخابات المحلية خير المعيار ليسيروا المدارس والمطاعم كذا. أيضا أنتم خلوا الخلافات السياسية للمواعيد الانتخابية، علاش تخلطوا شعبان في رمضان وتروحوا للوزيرة الآن؟ خير لها الانتخابات ما تهضروش ونهار لكم الدخول المدرسي قاعد تبتوا تهضروا في الوزيرة. ما كان ما دخلها في رؤساء البلديات، هي مش سياسية، هي كانت تجيب عن سؤال المواطنين. مع رؤساء البلديات ما تحكوش، كنت نسمع فيها في النشرة نتاعكم هما اللي يبنوا المدارس، البلديات هما اللي يبنوا المدارس. كل ما يقع خطأ نمسحوا في الآخرين، إلا بن محمد نهار وقع خطأ سلكوا هو، إذا الأخطاء اللي توقعت سلكها هي، سمعت؟ مش يسلكوها غيرها. نفس الخطأ، شوف نفس السبب اللي نحى السيد علي بن محمد هو نفس السبب اللي راهم يجروا من الوزيرة. لماذا؟ لأنهم مأمورين. لا لأنه لم يكن فقط لأنهم مأمورين من الخارج. لا كثير سأعود لك الأستاذ حملاوي، ولكن الرموز الماسونية موجودة واعترفت بها الوزيرة وقالت بأنها خطأ في كوبي كولي، يعني هذه الوزارة التي تمشي بالنسخ بدون فهم، يعني تركز مع البسملة ولكن ما تركزش مع المضمون والرموز الماسونية. وكلام خطير قالوا الآن، قالك اعترضت على كتب لمجرد الألوان،
يعني ما عجبهاش الكولير بالك بنفسجي والاخضر، ولكن وردتها بصح بسم الله قالت لهم مما يدل على نية مبيتة وقصد في حتف البسملة، وهي اعترفت والاعتراف سيد الأدلة. نقلبوها ونروحوا أن الوزيرة هي الذي يستفيد من خلق هذه المشاكل الجانبية، لأنها تخلينا ما نقيموش الإصلاحات اللي بدأت من 2003 مرحلة بن زاغو، وكانت بن غبريط عضوا في تلك اللجنة، وأيضا ما جاء بعدها وما نعيشه حاليا من مشاكل كبيرة ليس على مستوى قطاع التربية وحسب، وإنما تعرفين التقاعد وما يترتب عليه وضعف القدرة الشرائية والأزمة الاقتصادية. فما شاء الله يعني دير لنا بسم الله مشكلة نحية من الكتابات وخلي الناس تلها، مش حتى واحد وبن غبريط تنفذ واش تبغي، سواء فيما يتعلق بإصلاحات لا أحد يحاسبها عليها، وأيضا في قطاعات كثيرة أخرى كما قال الأستاذ يحيوي. ما رأيك؟ قل من يعرف حقيقة الوضع في التربية إلا المتابع ميدانيا. هو الأستاذ يحيوي هو في قطاع التربية هو نقابي ونقابي في التربية ونقابي في الطاقة والمناجم. لا نخطئ بأن كل صغيرة وكبيرة نرسقها بالسيدة الوزيرة. السيدة الوزيرة هي وزيرة ترى يطبق في برنامج تاع دولة حكومة. شوف أنا نشوف لما التلميذ يتأخر في برا سيدة بن غبريط، شفت فيتيخ في على قناة من القنوات الطفل يقرأ على الشمعة قال ها هي مدرسة الغبريطية بن غبريط. الطفل ما وصلش المدرسة في الوقت بن غبريط. السيدة بن غبريط راهي في وزارة عندها مفتشين عامين، عندها مدراء مركزيين، وعندها 52 مديرية تربية عبر الوطن، كلهم عندهم مهامهم. لماذا تلصق أي خطأ بسيط بالسيدة الوزيرة؟ ببساطة لأنها هي اللي عينت هذا المدراء، وهي اللي دارت المدراء التربية الحركة الأخيرة. هي دارتها. أنا أقول لك روح تهدر على مديرية التربية في ولاية من الولايات اليوم. خلينا في موقع باللي والي من الأربعة اللي نحاوهم باللي الوالي نحاها أو ضغط على الوزارة حتى ينحوها باش تجوز وليده، لأنه ولده فاشل في التعليم. هذه هي القضايا الحقيقية التي ينبغي الإشارة إليها، ولكن الوزيرة دارت لنا مشكل بسم الله وأعوذ بالله والحمد لله باش نلهاو. هذه هي وما نهضروش على الإصلاحات والمشاكل والفضائح. نحن شعب مسلم، نحن شعب مسلم، والإيمان قطعة من الروح، واحد ما يقدر يملي عليك الإيمان ولا واش دير. نحن شعب على بالك شعب المعجزات، مهما اتفق هؤلاء وهؤلاء أن يحيدوننا على هويتنا يستحيل. طيب ما جاوبتينيش. إذا التربية الوطنية شعب المعجزات على بالي، ولكن الآن مستحيل. شعب الفضائح أو لا 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 شعب المعجزات مع سلطة الفضائح مع وزارة الفضائح. نعم. هذا هو المشكل الأساسي. شوف من يصنع الفضائح؟ لا أحد يراقبها. ندوات دارت ندوة تاع التعليم الثانوي أقصت فيها الشريك الاجتماعي، رانا نشوفوا تكتل نقابي المستقل راهم مبعدين عن القطاع ومشاكله. شوف أخي قادر لازم نتكلموا بموضوعية. نشوفوا نديروا ملخص ماذا فعلت السيدة الوزيرة منذ أن دخلت القطاع. السيدة الوزيرة بدأته بالإصلاحات. أصلحت اصلحت راح تصابت ملفات سوداء، ملفات انهيار المنظومة التربوية، انهيارها في المحتوى وفي المبنى والمعنى، قطار منهار. بدأت شيئا فشيئا تصلح وزاد في الإصلاحات، لكن أعداء الإصلاح والغلطات. أعداء الإصلاح لا، من يخطئ يعمل. شوف إطار التربية ماهوش ملائكة، من كتب الكتاب ماهوش ملائكة، اللي سهر على كل الكتب كل المواد ماشي ملائكة، هذا عمل إنساني وليس عمل ملائكي. الخطأ ممكن، ولكن لماذا لا نصنع من الخطأ نبني الصواب من الخطأ؟ ممتاز. لماذا لا نجعل الخطأ خطأ؟ أولا أن يقول لك لم تمثل الهوية الوطنية ولا التلميذ. طيب. وأنا يهمني الآن، يهمني الآن المنهاج هذا، هل هو منهاج يبني لي تلميذ يصنع لي هذا المنهاج الفورم لو سيتوايان ولا لا؟ ممتاز. طيب. لأن مادة واحدة، لا تصنع المنهاج. إطارات التربية ليسوا ملائكة. سر السيدة الوزيرة، نعطيك سر السيدة الوزيرة، في أول لقاء لها قالت موا جو سوي فوني بور ديفوندغ ليلاف. واش قالت جمله اخرى؟ واش قالت؟ قالت بلي هذا القطار راني شفت فيه اختلالات، واختلالات كبيره العابثين باموال.
قالت لهم بالواحد راح يخلص من هذاك النهار من هذاك النهار والمشاكل. اوكي مشاكل طيب يعني. الاطارات ليسوا ملائكه وايضا مش يبعد الشياطين يديروا بسم الله باش تروح الشياطين. ولكن قويدر يحيى ويعود اليك تتكلم عن شياطين الانس استاذ يحيوي.